السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أتناول الكلمة في هذا اللقاء كممثلة عن البرلمان المغربي في هذا اللقاء الكريم الذي ينظم في شهر عظيم عظيم الرمزية بالنسبة للإسلام والمسلمين. ونحن على مشارف العيد نتمنى لكم لكل الحاضرين والحاضرات عيدا سعيدا مشفوعا بمحبة أهل المغرب، أشقاؤكم ومسانديكم في قضيتكم ونضالكم من أجل الانعتاق والحرية. قبل ذلك لا يفوتني أن أجدد أنا بدوري استنكارنا وتنديدنا بالعدوان الغاشم الذي تعرض له شعبنا في فلسطين، كما ندعو إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتماسكه كأداة لا محيد عنها لبناء الدولة الفلسطينية الموحدة والمضي قدما لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، كما ندعم في نفس الاتجاه شعوبنا في سوريا ولبنان والعراق. إخواني أخواتي، السيدة الرئيسة، لقد جئتكم من المغرب لأعلن لكم عن دعمي ودعم العديد من زملائي وزميلاتي البرلمانيين والبرلمانيات لقضيتكم ومقاومتكم في وجه الدكتاتورية الدينية كما أراد لها الحاكمون الإيرانيون اليوم، والذين يجعلون من الإسلام ضد ما أريد له. إن الإسلام كما قالت السيدة رجوي هو دين الديمقراطية والحرية، دين المساواة بين الرجال والنساء، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. الإسلام هو دين يسر وليس دين عسر. الإسلام هو دين التسامح مع كل الديانات. الإسلام هو كذلك كما قلت دين الحرية الرأي. إننا نتابع في المغرب بكثير من الألم ما يتعرض له النساء والشباب، وعلى الذين يعارضون الملالي حكم الملالي، والذين يتعرضون أمام مرأة ومسمع من العالم لقمع واسع. نرى ونتابع أن النظام الإيراني حطم الرقم القياسي في الحكم بالإعدام في العالم بالمقارنة مع سكانه. حتى في شهر رمضان لا تتوقف الإعدامات، ونحن من المنادين ضد بإلغاء عقوبة الإعدام كما تعلم السيدة الوزيرة، عقوبة الإعدام والحق في الحياة. شعبكم يتعرض للجلد بتهمة الإجهار بالإفطار، بينما الإسلام لا يعترف بالإكراه في الدين بين الناس. الإسلام المتنور، إن المجاهدين والمجاهدات في أشرف والآن المجاهدين في سجن ليبرتي يتعرضون لأشد القمع والتنكيل، ويجب على المنتظم الدولي أن يتدخل لوقف هذه المجازر. السيدة الرئيسة، أؤكد أنني بصفتي عضوة في البرلمان المغربي أعدكم أنني لدى عودتي إلى بلدي سأبلغ صوت هذا الشعب، وسأكون سفيرة قضيتكم إلى العادلة إلى جانب الكثير من زملائي وزميلاتي الذين حضروا معكم في هذا المنتدم، وأبلغ رسالة مقاومتكم، ولن أدخر أي جهد للتعريف والتحسيس به والدعوة لوقف انتهاك حقوق شعبكم ومقاومتكم بتحسيس مجتمعنا المدني في المغرب وكل القوى الحية في بلادي. ما ضاع حق من ورائه مطالب السيدة الرئيسة، وإن غدا لناظره لا قريب. تحية إذا للسيدة المقاومة التي تعطينا نحن النساء المغربيات وكل النساء في العالم التواقات لمزيد من الحقوق والإنصاف والمساواة والمناصفة، تعطينا نموذجا للمرأة القائدة لتشرف بذلك كل النساء، وتكون للمرأة القوية وتكون مثالا للمرأة القوية القائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.